طيب بكرة الثلاث الساعة 6 مساء الأهلي بيبدأ مشوار دور المجموعات في دوري الأبطال من خلال المجموعة الثالثة اللي الأهلي معاه فيها بكرة إن شاء الله استاد أبيجان، ويبقى مباراته في الجولة الثانية مع أورلاندو بيراتس في جنوب أفريقيا، والجولة الثالثة مع أو الجولة الثالثة هتكون مع شباب بلوزداد الجزائري. الأهلي بيدافع عن لقبه في دوري الأبطال، ومستر مارسيل كولر في المؤتمر النهارده قال لك الكل عايز يعمل زي الاهلي، وشيء رائع جدا ان انت تبدا دور المجموعات وانت حامل اللقب، وجماهير الاهلي اعتادت دايما على لحظه الفرحه والتتويج. كلام جميل قوي وكلام يفرح. ايوه، لكن اللي هيفرحك حقيقه النتائج. ضربه البدايه بتديك مؤشر هل هنفضل في سلاسة الموسم الماضي في تجاوز المجموعات أو هنعاني زي ما حصل قبل كده. ضربة البداية مهمة جدا، وبيجينا في ظروف صعبة الحقيقة، وإصابات ونقص في الصفوف وعدم جاهزية بشكل 100%. لكن أظن أن النادي الأهلي حتى أمام الاتحاد السكندري ما كانش سيء، إنما هو لم يحسم الأمر بس. يعني كان في سيطره وفرص ضايعه ووصول الى المرمى، يبقى بس عمليه ان احنا نستقبل اهداف غير مبرره دي لازم نعالجها. طيب الاهلي لانه البطوله السنه دي زي ما مستر كولر قال البطوله صعبه السنه دي وعايزه تركيز خاص جدا من لعيبه الاهلي. البطوله في كل المجموعات بتاعتها فيها فرق قويه جدا. المجموعه الاولى مولودية الجزائر والهلال السوداني ويانج افريكانز التنزاني ومازيمبي الكونغولي. المجموعة الثانية فيها سان داونز الجنوب افريقي، فيها الرجاء المغربي، فيها الجيش الملكي المغربي، وفيها مانيما انيون. المجموعة الثالثة فيها طبعا الاهلي وشباب بلوزداد واورلاندو بيراتس واستاد ابيجان، والمجموعة الرابعة فيها الترجي التونسي وبيراميدز وسجرادا الانجولي وديجو ليبا. اعتقد المجموعات كلهم فيهم درجه من التكافؤ، كل مجموعه فيها فرقتين، اللي هو طبعا من الطبيعي المستوى الاول والمستوى الثاني بيبقى الصراع الكبير بينهم، سواء بين سان داونز والجيش والرجاء، سواء من مازيمبي وانجا افريكانز والمولوديه كمان والهلال، مجموعه قويه المجموعه الاولى، والترجي التونسي معاه بيراميدز اقوى المرشحين في المجموعه الرابعه. ده دوري الابطال، واعتقد مستر كولر حسب تأكيداته انه الاهلي درس الفريق الليفواري كويس قوي وبيحترمه، وقال انه اكد على اللعيبه انه ضربه البدايه في المجموعه بتكون مهمه، وده اللي اكد عليه كمان محمد الشناوي كابتن الاهلي في المؤتمر الصحفي، وقال ان احنا عندنا طموحات كبيره بالفوز باللقب ال 13 عشان جمهور الاهلي يبدا من دلوقتي ال 13 يا اهلي. العداد شغاله يا باشمهندس. العداد شغال والتحدي مستمر، ودايما الاهلي هو اللي بيعشم جماهيره. اصبحت الجماهير لا تقبل مجرد تعادل في ماتش من الماتشات اللي هي يعني بتتلعب عشان تحديد الترتيب يعني. فقدر الاهلي الان انه يعلي على نفسه، وننتظر الكثير جدا من هذا الجيل.